9 هاجر الحناشي على اي اف ام احلى راديو. صباح الخير ونهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. هذه الماتينال تبدا تو وتكمل معكم انت وحتيكش للتسعة ونص متاع الصباح، شوي اخر باش نمشيو نعملوا طلع على القصرين ونتعرفوا على اقدم مناجلي في مدينه في القصرين في منطقه القصرين. اما قبل هذيك العاده نمشيو نعملوا طلع ونشوفوا احوال الطرقات مع ميسم توت سويت. 27 دقيقة على اي اف ام احلى راديو، نمشيو للقصرين مع زميلنا عنتر السمعاني اللي باش يحكينا على اقدم صليح منيقل في القصرين. صباح الورد عنتر. صباح النور، صباح الورد، صباح الفل هجره، وصباح النور لكل المستمعين اللي يسمعوا. عايشك يعطيك الصحة يا عنتر. اي قولي خلينا نتعرفوا معاك على اقدم منقلجي ولا منيقلي في القصرين. اكيد اليوم حابين من خلال الماتينال باش نحكوا على حرفة اللي هي نادرة ياسر في القصرين. تقريبا ولاية كاملة فيها الحرفة، فيها واحد برك اللي هو يصلح التليفونات. سامحوني التليفونات اللي عبد الصمد معايا يضحك، اللي يصلح في المناجل. سامحوني خاصة المناجل اللي صنعة هذه ما عادتش موجودة في القصرين، الحرفة هذه مش موجودة. كان أخونا وصديقنا عبد الصمد الحقي الوحيد في ولاية القصرين كاملة يصلح المناجل. دونك حابين ناخذوا فكرة على المناجل وعلى طريقة تصليحها ربما، وعلى الصنعة هذه كيفاش تعلمها وقديش عنده في الحرفة هذه. دونك عبد الصمد الحقي صباح الخير. عبد الصمد صباح النور. صباح الخير خويا عبد الصمد، كيفاش نجمو نتعرف أكثر فين اسمه؟ عبد الصمد. عبد الصمد حاجي من مكيان تاريخ الميلاد 22/11/66، متعلم السنة 86 خذيت الشهادة. كان هذي اللي قاعد نخدم الشهادة هذي من عام 86 خذيت. شنو تعلمت وقتها؟ تعلمت مين ولا؟ لا تعلمت عند واحد قروب من القروات الجيل القصري. اي كان يخدم انا عام 86 60 كان من ستينات للستينات. دخلت معايا 79 خذيت السنه 86 خذيت الشهاده وقعدت نخدم معايا. من بعد خذيت الحانوت وحدي وقعدت انا وحدي في الحانوت. تو نشوف الماتريال معناها يعني استعملت فيه يعني ثم ماتريال قديم يعني ثم ماتريال يعني يوصل اكثر من عمر. اي اكثر من عمر خاطر هذاك انا كي جيت لقيت الماتريال هذاك. تو الطير شوف كل هذه وقت انا مازلت صانع نتعلم وزيد نلقى عندي هذه دم. وقعدت ناخذ الحروف ورينا واحد ناخذ فيه تو تمش واحد اخر قصدي لا ما دامش كان هو عبد الصمد. انت من عام 86 خذيت الصنعه هذه. اي نعم تعلمت الحرف هذه بالضبط اللي هي تصليح على المناجل. والمناجل قاعده تتطور يعني انت اول ما تعلمت المناجل يعني كنت تقليدي شوي صحيح. ما تعلمت على الهرم والسيتيزن والسيك المناجل اللي تضم تعلمت عليها. اما تو عادي خاطر عندي لاباري هذه تعطيني ديفون تاع المونجير الالكتروني ما نطلعها ديفون شنو مثلا مو بينسرك ويقطع المد عاديه. هذا عادي هجر تعرف انه الماجل طياحه متفار برشا يعني حتى في بالعين يعني ساعات ما تنجمش تشوفهم. اما عندي اللوب هذا نشوف به اللوب هذا لكن نشوف تكبر لي القطعه ونشوف وين مكسر وين مش مكسر. تم خطايا نشوف لهم انا كنا لاباري الكبيره هذيك لكن هذيك تاخذ من حماش هذيك قبل اعرف انا جو عندي قديش من سنان 86 خذيت الشهاده هذيك نلقاها قبلنا انا وقت ما زلت صانع نتعلم وقتها هي مازال موجود 79 78 موجود وهذيك تشيح للميك هذيك تشيح المنقاله كيما الماكينه نتاع الغسيل نتاع البش تحط فيها الميك في شيره تغسلها ومن بعد تحطها في شيره الماء تشيحها وتتركب المنقاله وكذا. فرق بين الميك اللي قبل القدم والجدد وين الاسس تقريبا؟ لا الدم نفسي الالكترونيك تو كان الميك مش عادي الا الاطاريه هي تعطيني مثلا شنو هو نعمل انا اللي راهي فيها بوبينه بدل البوبينه كي نحط الاطاريه هذه تعطيني مثلا تقول لك بدل راهي فيها بوبينه فيها تزول لك سيركوي عندي ثم ناس صناعة في مصر الخامس باش تكون في الوقت على الوقت ثم ناس تبدا تستمتع بالناس برشا ناس 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 الناس راهي ثم غلطت تو قبل الناس الرخيصه في الثمانينات الناس الرخيصه تو راهي زايده ثم من قال 100 ونص ب 400 500 حتى 300 400 موجود الناس
اللي يجي صغير ما يجي ليش ما المخرج ما يش به صناعي بل نحن رانا صنعنا من جيل مخرج مثلا حتى نتعلم منك تعلم 86 بالضبط في الشارع يعني عبد اكيد في المباشر الحانوت نتاعك موجود في اقدم حي في ولاية القصرين يعني من القصرين كانت مازالت ما تمش مدينة معناها يعني الحمد هذه شنو اسمها فرنسا معناها فرنسا هي كان يسكن فيها يهودي شفت الشباك هذا هذا كان واحد يهودي يسكن هنا ما خلطش عليه هنا اما الجماعة يعرفوه كانت اليهود تسكن هنا وهاني الكنيسية من غادي بعد القاوة من غادي تاع جماعة اليهود وهذا كان واحد اسمه اليهو كان ياخذ الصفة ذي الكل ومن بعد خلاها ما عنده واحد خضراوي يعني ثم من أقدم الحوانت في القصرين يخدم هذه الصفة دي أخدم حوانتي من القصرين بالنسبة لهذه في وسط البلاد يعني عنتر حاول قريب نوصل الوقت الأخبار جوست نختم بسؤال الأخراني سي عبد الصمد اسكو ما يخافش أنه تندثر الخدمة هذه متاع تصليح المناجل سيختو توا قاعدين نشوفوا في التطور اللي تشهدوا ساعات دغنيغمون كما ساعات الذكية مثلا شباب تو ما يتعلمش أنا ماذا بيا لو كان لقيت نعلم ساعة حتى زوز. مازالش الشباب تو جيت جبت قداش من واحد ما يظل يشوف هكا ويقعد يعمل هكا يعمل هكا ما يفهمش. ما ينجموش ما عادش سنة. ثم دقة كبيرة. صح حياتي زي ما المخ حياتي أنا بالمنقلي زي ما تصلح زي ما تصلح. فهمني هو تقول له ها هو راهو زي الرقاص مثلا هذا اللي يمشي راهو الرقاص واللي يمشي بالمنقلي راهو هكا وهكا تنحي الرقاص وتنحي كذا ومن بعد ترجع ويترجع المنقلي تحت. تعمل دقيقتين اعمل لك يقول خير من فهمت ينجموا الشباب تو ما عادش ينجموا يعني بالنسبه للشباب المخ نتاعو ممكن يحل يعني انا ماذا بيا راني كون لقيت راني عملت حتى زوج ان شاء الله ان شاء الله تلقى شكون يتعلم من عندك الصنعه سي عبد الصمد وان شاء الله ما تندثرش الصنعه هذيا ولو انه فما حاجات ساعات نجم تتطور كما تو قاعدين نحكيوا على الساعات الذكيه دونك حتى الشباب ديجا ما عادش مغروم برشا بالمناجل العاديه اللي احنا نعرفوها الناس الكل ولات تحب تمشي تو للمناجل هذيا الذكيه والمتطوره سينو ان شاء الله ربي مع عبد الصمد يعطيك الصحه زميلنا عنتر السمعلي تو 37 دقيقه جيت بحذنا انيسه المكشيح تو سويت عناوين الاخبار احلى راديو قايه الميكانيك توتسويت مع سليم حكيمه بونجور سليم بونجور هاجر صباح الفل صباح الياسمين كل مستمعي فهم صباح الحمد لله لاباس اليوم سكرنا الشهر ولا مازلنا سكرنا كامل معاك نهايرين وكهوة مرحبا اي سليم اليوم باش نحكيو على اسباب سخونه المحرك المحرك الى سخن علاش سليم هو وفات الموتور كي يسخن حاجة باهرة أما نحكيو على السفير شوف احنا الحرارة الشديدة الحرارة الشديدة صحيح ما هو الموتور كي يسخن معناها حاجة طبيعية برشا معناها لازم تكون جنرالمون سخانة نتاعو ما بين 90 و 95 ومش لازم تكون أكثر ومش لازم تكون أقل زادة خاطر حتى درجة الحرارة اللي تقف في 70 مثلا وال 75 بسبب الترموستا بار اكزومبل ولا حاجة أخرى راهي ماهيش حاجة صحية للكهرباء معناها فهمت بالعكس حاجة تضر لازم ديما القطايع الكل وسيرتو الزيت يكون ديما في التمبيراتور اوبتيمال نتاعو باش القطايع والزيت يقوموا بالوظائف اللازمة نتاعهم في الظروف العادية نتاعهم فوالا وانا بالنسبة للسيرشوف موتور اليوم النجم نقسمه على صنفين صنف بسيط برشا معناها ما يخوفش وكل شيء ما يوصل المشاكل كبيرة والصنف هذايا بسبب الاهمال وقلة الصيانة وفما صنف اخر اختير برشا بسبب الاهمال المشاكل البسيطة اللي متاع الصنف الاول والا بسبب سياقه متهوره ولا بسبب العمر المنطقي نتاع قطايع معينين هذيك حاجه عاديه عمر القطعه وصل سيء معناها باش تتهلك وكانت تهلكت باش تتسبب في
السيرشوف نتاع الموتور. والمشاكل البسيطه اغلبيتها بالطبيعه ولوجيكمون جايه من السيركوي دو ريفروديسمون بالطبيعه. اما الاسباب برشا، معناها اولهم انه فما نقص في ماء التبريد بسبب يا الاهمال، كالعاده نرجع لموضوع الاهمال، معناها انك ما تتفقدش لو دو ريفروديسمون نتاعك، والا قله الصيانه، والا بسبب زادة فويت في السيركوي دو ريفروديسمون. وفي الحالات الكل لازمنا نقوموا بتعديل الماء ذاك في اسرع وقت، على خاطر ما لازمش الموتور يقعد ناقص ماء، راهو الموتور ما يحملش السخانه السيرشوف وما يقبلهاش، وينجم يصيروا برشا مشاكل كبار. ينجم يكون زادة بسبب وجود هواء في الماء، خاطر السيركوي دو ريفروديسمون ما يقبلش الهواء زادة، يولي الماء ما عادش يدور كوريكتومون. وهذا عملية بسيطة برشا، معناها تنجم تعمل بيرج حتى وحدك قدام دارك، ولا كان ما تعرفش تنجم تمشي الميكانيسيان يعمل لك بيرج للسيركوي دو ريفروديسمون، يخرج الهواء ذاك الكل من السيركوي دو ريفروديسمون ويرجع الماء مريقل ويبرد وامور واضحة. فما زاد أسباب آخر كنا حكينا عليه قبل، صبان ماء سبالة، راهو ماء سبالة ولا حتى الماء المعدني حكينا فيه زاد قبل، راهو ما يقومش بوظائف التبريد الصحيحة، على خاطر ما فيهش ليزاديتيف اللازمين للتبريد الصحيح، وخاصة المياه هذوما معناها تنجم توصل لحالة الغليان اللي ما يوصل لهاش الماء الدوريجين متاع الكهرباء، معناها دونك ينجم يولي سخون برشا، واللي يوصل حتى لدرجة الغليان، واللي ما عادش يبرد الموتور بالطبيعة. الحاجة الأخرى أنه ينجم يكون بسبب رادياتور مسدود، يا بوسخ يا بكالكير يا بحاجات أخرى، معناها دونك لهنا لازمنا نحلو زادة الرادياتور، خاطر باش يمنع بالطبيعة كي باش يتسد الرادياتور باش يمنع دوران الماء زادة كوريكتومون في السيركوي دو ريفروديسمون، دونك باش يمنع عملية التبريد لازمنا دونك نحلوه وننظفوه وإلا نبدلوه كاريمون. وإلا تنجم تكون زادة مشكلة من المروحة متاع الرادياتور زادة، اللي معناها تنولات ما عادش تدور لعدة أسباب، كيما تنجم تكون بسبب الرولي متاع الرادياتور اللي تهلك ويخلي الهواء بالطبيعة ما عادش يبرد الرادياتور، دونك الرادياتور ما عادش يديجاجي السخانة، خاطر الرادياتور مهمته أنه يديجاجي السخانة الزايدة متاع الموتور. دونك هذا سبب زادة آخر بسيط وجاي من قلة الصيانة وقلة الانتباه زادة. والحاجة الأخرى أنه ينجم يكون حاجة أبسط من هذا من كل، فما برشا عباد ما تفيقش بها لدرجة أنه حاجة بسيطة، معناه أنه الجوان تاع بوشون الفاز ديكسبونسيون هذاك الريزرفوار اللي تعبى بالماء، هذاك البوشون تاعو فيه جوان، هذاك كان الجوان تاعو تهلك وإلا ذاب يولي ما عادش فما بريسيون في السيركوي دو ريفروديسمون والماء ما عادش يدور كوريكتومون، دونك يولي ما عادش يبرد الموتور زادا كوريكتومون، دونك البوشون ساعات سخانة الموتور جاية من بوشون، معناها أنت ما تعطيهاش جملة علاقة، تقول بشنو هي علاقة بوشون هذاك بوشون في بالنا عاملينه باش نسكروا به جوست السيركوي دو ريفروديسمون، معناها الفاز ديكسبونسيون هذاك، هو لا البوشون هذاك عنده جوان مهم برشا في عملية حتى تبريد المحرك. ينجم يكون زادة حاجة ما نعطيوهاش انتباه جملة، فويت في السيركوي متاع الشوفاج موش في السيركوي دو ريفروديسمون، معناها تقول لي شنو هي العلاقة، السيركوي دو شوفاج يستعمل في نفس الماء متاع الموتور، دونك كان هو فيه فويت دونك باش ينقص الماء متاع الريفروديسمون ماء التبريد وبلين باش تشيح جمله، دونك باش يولي ما عادش سدا الموتور يبرد، دونك كان ما لقيناش فويت في السيركوي دو ريفروديسمون والماء قاعد ينقص ومتاكدين اللي ما فماش فويت انتيرن نثبتوا في السيركوي زادا متاع الشوفاج، ينجم يكون فما فويت من غادي. الحاجه الاخرى زادا البسيطه هي بسبب السياقه المتهوره، السياقه الرياضيه لي ريجيم موتور اللي يبداو طالعين برشا معناها الوقت طويل برشا والمسافات طويله برشا، تبدا نازل
على الكهرباء دي ديزين ولا دي سنتين دو كيلومتر، ريجيم نوتور طالع على الاخر. سي نورمال انه الكهرباء باش تسخن مهما كان معناها فعاليه الماء التبريد والا الرادياتور ولا اللي هو، راهو الكهرباء باش تسخن سي نورمال، انت نزل عليها على الاخر المسافات طويله والوقت طويل باش تسخن. دونك انا ديما ننصح هنا انا نحاولوا نتفاداو معناها انا نتعداو ال 2500 دوره في الدقيقه المحركه 2500 تور بار مينوت كاحد اقصى. الحاجه الاخرى زاده بسبب اهمال زيت المحرك. زيت المحرك ابار هو وظيفه انه يزيت الموتور، يلوبريفي الموتور، زاد عنده وظيفه التبريد. كيفاش؟ انه يخفف عمليه احتكاك القطايع مع بعضهم. دونك عمليه الاحتكاك هذيك ما عادش الديجاج ان اكسيد انرجي معناها دو شالور. دونك هو هنا بالعمليه التزييت يقلل من عمليه الاحتكاك، دونك من عمليه الـ معناها كيفاش نقول لك ديجاجمون نتاع انرجي اللي جاي من الفروتمون نتاع القطايع هذوكم. دونك يبدا الموتور ناقص زيت، والا الزيت هذاك قدام برشا ما عادش يقوم بوظائفه. دونك اوتوماتيكمون الكهرباء باش تولي تسخن اكثر من اللازم، حتى كان السيركوي دو ريفورديسمون مريقل على الاخر. توا نتعداو للمشاكل الاختيره شويه، هذوما كلهم اللي حكيتهم قبيله شو كيفاش معناه يحسب ماريتو. مشاكل بسيطه نتاع صيانه بسيطه نتاع كنت تفقد كهربتك ديما وليه بها، هذوما كل تنجم تتفاداهم الكل. ما زاده فما مشاكل اختيره تنجم تجيب سبب المشاكل البسيطه هذه. اولهم جوانت كولاس اللي ما يحملش السخانه بالكل. دونك كان انت اهملت حاجه من الحاجات اللي كنا نحكيوا عليهم قبيله، راهو باش يلزك اول حاجه اوتوماتيكمون الجوانت كولاس اللي كان ذاب، يولي معناه يتسبب في دخول الغازات السخونه للماء ويردوا سخون برشا وما عادش قادر انه يبرد المحرك، وزيد تولي تنقص زادة من الماء، ولازمو الجوان هذا يتبدل في أسرع وقت. وننصح زادة كان الكهرباء قديمة برشا أنه زادة نبدلوا الكولاس فرد مرة، اللي خاطر الكولاس كان وصل تعوج زادة ولا قديم برشا وكل شيء، واللي يتسبب زادة هو بيدو في سخانة الموتور. فما سبب آخر زادة اللي هو البومباو اللي تتضرب، هذه حالة خطيرة برشا ولازمك تسكت الكهرباء بالوقت على خاطر متفيق بالسخانة طلعت تودانكو كأنك عملت بلان نتاع ايسونسك، شفتك الطلعه نتاع الكوي السخانه تطلع لك تو دانكو كيك على خاطر ما عادش فما حتى قطره ماء توصل الموتور. البومبا او ما عادش نجم تبعث الماء للموتور باش تبرده، دونك الموتور يسخن تو دانكو، هذاك ينجم يعمل كارثه في الموتور. لازمك تسكت بالوقت وتمشي تهز على رومركاج او اقرب ميكانيسيان وتبدل لها البومبا او نتاعها. الحاجه الاخرى الاختيره زاده انه الزيت يتخلط مع الماء لعده اسباب، هذيا كنا حكينا عليهم قبل. دونك يولي الماء يسخن بمفعول الزيت السخون ويوصل حتى الحالة الغليان، معناها يولي دونك ما عادش يبرد الموتور. ولهنا كنا حكينا عليها قبل، كنت تذكر هاجر الموتور لا عاد يتزيت بالزيت خاطر الزيت تخلط مع الماء ولا ماء، ولا عاد الموتور يبرد بالماء على خاطر الماء ولا سخون بالزيت اللي السخون اللي تخلط معاه. وهذه من أخطر العمليات للموتور أنه لا يتزيت ولا يبرد. ولا دونك هذم هما جروسو مودو. أنا نحب نعطي نصيحة في الأخر بكل أستوس، هي وقت اللي تسخن لك الكهرباء برشا أول حاجة تعملها أنك تسكر الكهرباء وتخلي الكونتاكت محطوط وتحل الشوفاج أقصى سرعة وأقصى درجة باش الديجاج السخانة من الموتور هذيك كلها ديجاجيها الأبي تاكل، بتبيع تحل شبابك باش ما تسخنش برشا أنت زادة ولا حتى تهبط من الكهرباء، باش الديجاج يفيس على السخانة هذيك وتمنع الموتور يخرج من شبابك ومن الأبي تاكل، خير من اللي يقعد محصور في الموتور ويعمل كوارث كبيرة. يعطيك صحة سليم الله يخليك على الفازيت والليزاستوس اللي قدمتهم اليوم باش نشوفوا علاش الموتور يسخن أكثر من لازم. سينا احنا مكملين حطيك 3:30 شوية آخر استناو أخصائية التغذية مريم توكيبري باش نحكيو اليوم على الصيام المتقطعة مقبل هذا توتويت لنفترة فيك لكم جديد مكملين مع بعضنا من توا حطيك 3:30 متاع الصباح كالعادة وقاية الفور مع مريم توكيبري أخصائية التغذية اليوم باش نحكيو على الصيام المتقطع. صباح الورد مريومة. صباح الفل ياسمين. عايشك الله يخليك. دونك الصيام المتقطع الناس الكل يعرفوا الصيام المتقطع، من ساعات يستعملوه بطريقه هكا غير صحيه والا غير سليمه والا ما يتبعوش القواعد نتاعو. ديجا نشوفوا مختلف انواع ديجا الصيام المتقطع الاساس نتاعو شنو، بعد نشوفوا الفوائد والا اذا كان فما مضار نتاعو شنو مهم.
بالنسبة للصيام متقطع هو باش نصوموا مدة سويعات في النهار نختارهم كيما نحبوا احنا، معناتها مش فورسيمون يكونوا في النهار كيما الصيام تاع رمضان، باش يكونوا في اي اوقات. باهي فما ثلاثة انواع نجم نقولوا. فما الصيام متقطع نتاع 16-8، معناتها باش ناكلوا في 8 سوايع اكاهو في النهار ونصوموا مدة 16 ساعة، النهار فيها 24 ساعة، دونك احنا باش نقسموا. فما باش نصوموا مدة 20 ساعة وناكلوا كان في 4 سوايع اكاهو، دونك هذايا باش يخلي الصيام طول، معناها الوقت نتاع الصيام يكون اكثر، دونك ليفيكاسيتي نتاع الجون معناها باش يكون خير. وفما شكون في ساعة باكا في النهار ويقعد البقية، معناتها ياكل في ساعة ويقعد البقية صاي. الافونتاج نتاعو اللي احنا نجمو ندخلوا النوم نتاعنا في وسط ساعات الصيام، دونك يخلي شخص ما يحسش بالجوع، فوالا ما يحسش باك التعب اللي هو ماهوش قاعد ياكل. اما راهو الصيام جوست على الماكلة اكاهو. ثلاثة حاجات مسموح بها على 24 ساعة اللي هي القهوة معناتها بلاش سكر بيان سور، التاي ولي زانفيزيون بلاش سكر، والماء. اما نصوموا على الماكله. باهي وفي الثلاثه انواع هذوما انه احسن واحد اللي ما يضرش وما يقلقش ويكون متوازن كما هو الاسهل واللي يعطي نتيجه واللي من بعد ما يخليش الجسم يرجع يزيد، نجموا نعملوا به ستابيليزاسيون، هو لو 16-8 معناها الصيام متقطع نتاع 16-8 على خاطر 16 ساعه يكفيو باش نبداو نلقاو في نتيجه، وهاكا نجموا نخليو 8 سوايع نتاع ناكلوا فيهم على الاقل باش نحافظوا على وجبتين والا على شلات ثلاثه وجبات، خاطر مهم برشا انه زاد نوفروا الجسم نتاعنا شنو اللي يلزم في ساعات معينه، خاطر كي مش نعملوا 4 سوايع كهو ماكله والا ساعه كهو صعيب انك توفر الجسم نتاعك كل ما لازمه، دونك فما ريسك نطيحوا شويه في ديزيكيليبر نوتريسيونيل. قداش نجمو نطيحوا به وقداش المده اللي نجمو نقعدوا بها في الرجيم هذا؟ الوغ المده نجمو نقعدوا حتى اشهر، معناتها ما يقلقش 6 شهور، فما شكون يقعد عام كامل على خاطر دي مومون اللي قاعد تكفي وجبات منظمه وتبدا شبعان وعندك اون فورم ومعناتها متغذي مليح ما فيهوش حتى مشكل لين نقصوا به الكيلوات الكل. بيان سور هو فيه اون ليميت على خاطر الجسم كي يتعود بنوع نتاع ولا بنوع نتاع ريجيم من بعد يدخل في سكون ابيل ان بلوكاج، معناتها البدن يولي ما عادش ينقص بالكدا ولا ما عادش نلقاو نتيجه، هذا هو لو ريسك في لي ريجيم الكل دايوغ. سي بور سا نجمو نخرجوا منه شويه ونعاودوا نرجعوا له، ولا نعملوا اون جورني ايكار، معناتها ما نقعدوش في الصيام متقطع ونعاودوا نرجعوا نعملوه. بالنسبه لتطيح الكيلوات راهو احنا ديما نحكيو بين كيلو و2 كيلو في الاسبوع، معناتها في الشهر نجمو نمشيو بين 4-8 نقولوا المهم تاع 6-7 كيلو في الشهر. وفي الساعات المسموح بها بالاكل هذيك مسموح بكل شيء، معناها اللي في فاتني كل نهار كامل نجم ناكل وقتها ولا زاد فما دي ريستريكسيون غادي زعما فما حاجات ايفيتي وحاجات لازم ناكلوا حاجات صحيه؟ اي هو فما نظام احنا لهنا فينا الماش باش نعملوا كي باش نصوموا 16 ساعه نتاعنا. اول حاجه باش نربحوها انه المعده باش تتسكر شويه، معناتها فما معناتها الباروا نتاع المعده باش تتلم، دونك نوليو نحسوا اقل جوع، مش كيما انسان يكون على نهار كامل ياكل وفما غرينيوتاج بيمشي ياكل في 8 سوايع كهو، دونك باش يولي يتنحى برشا غرينيوتاج والمعده باش تتلم، دونك شنو معناتها نشبعوا خير. باهي بالطبيعه النظام الغذائي هذيك سيون باس، معناها لازم يكون متوفر كل شيء اللي هو صحي ولازم الجسم نتاعنا، معناتها ما فماش مثلا كيما حكينا على ريجيم الكيتو ولا ريجيم ايبر بروتيني، ما فماش اليميناسيون نتاع مجموعه غذائيه، نقعدوا ناكلوا كل شيء معناتها الخضره الغله، لي بروتيين، العجين، الخبز، حتى الحاجه الحلوه نجم تكون مسموح بها في نطاق معين. باهي هما وجبتين فينالمون كيف ما قلنا، نجم نقولوا مثلا باش نختاروا احنا الصيام المتقطع نتاعنا، الاسهل الناس الكل توا حسب اللي معناها حسب حتى في خدمتي كيف نسال يقول لك نحي فطور الصباح، نورمال الناس معناتها فطور الصباح باش ياخذوا قهوه وحاجه صغيره، اما يخلي دو روبا. دونك نجمو احنا 8 سوايع نتاعنا باش ناخذوهم من نص نهار ل 8 نتاع الليل، دونك نفطو في نص نهار نتعشاو 8 نتاع الليل، وجبتين يكونوا باهين يعطيو الجسم نتاعنا كل ما لازم، ما يكونش فيهم بيان سور معناتها تقول انت انا في صيام متقطع دونك نجم ناكل حاجات اللي هي نجم تكون كالوريك، خاطر في الماء فما برشا ناس داير غلطة هذه يعملوها، يكون في صيام متقطع اما في 8 سوايع نتاعو ياكل ماكله ايبر كالوريك. معناتها كاين وهو افي دو فرستراسيون يقول لك انا مادامني من بعد باش نصوم 16 ساعه دونك ناكل بالكدا، دايوغ يصير حتى في رمضان هذا معناتها تلقاه يعمل صيام متقطع وبعد يقول لك انا زدت في الميزان. بيان سور اذا كان ماكلتنا باش تكون ازيد من الاحتياجات نتاعنا. فماش مضار ينجم يجعل المضار علينا الصيام المتقطع على الصحه العامه ولا لا؟ المضار الحقيقه لا، كيف ما قلنا معناتها باش اذا كان ياخذوا الوجبتين نتاعنا متكاملين، باغ كونتخ فما الناس اللي ماذا بينا ما يعملوش الصيام المتقطع. اول حاجه الناس اللي عندهم مرض السكري نوع واحد ولا نوع اثنين، اي سورتو كي يكون ديزيكيليبري معناتها السكر ما يبداش منظم، دونك يتفاداو الصيام المتقطع يلزمهم ياكلوا ثلاثه وجبات نتاعهم، كان لازم يزيدوا لمجه باش السكر يقعد معدل. الناس اللي عندهم امراض الكلى لطف عليكم دونك كيف كيف على خاطر لازم عندهم وجبات منظمه في الايامات الكل. النساء الحوامل واللي ترضع زاده كيف كيف خاطر فما ريسك انه تحس روحها تتعب ما عندهاش انرجي سوفيزامون. الناس الكبار في العمر اللي هما فما عندهم ريسك نتاع اون فونت موسكولير العضلات نتاعهم تنقص شويه، دونك لهنا كي مش ناخذ وجبتين اكاهو مع فما
برشا ناس معناتها كبار في العمر اللي الشهيه نتاعهم تنقص يولي من غير ما يشعر ينقص اكثر من لازم في الماكله نتاعو وهذا نجم يهز في النيوتريسيون دونك نودو بينا اي دايور لي ريجيم دو مانيير جينيرال ما ننصحوش بهم معناتها لي ريجيم من نوع هذا ما ننصحوش بهم معناتها للناس الصغيرات لي زانفون لي ادوليسون اللي هما في فتره نمو كان ما يسالوا بيان سور اخصائي التغذيه نتاعهم يعطيك الصحه مريم الله يخليك على التوضيحات اللي قدمتهم دونك كانت بحدينا مريم توكيبري اخصائيه التغذيه حكينا على اسيام المتقطع واحنا مكملين مع بعضنا من توا حتى كش للتسعة ونص كالعادة شوية خلنا نعملوا طلع على فيزا وكلمة تنخير ونشوفوا محمد شيحة وين باش يهزنا اليوم باش نعملوا غطسة مزيانة سينو كالعادة نخليكم مع جو الموزيكا ما تبعدوش بعيد هنا رجعين